النهارده يوم خاص جدا، 10 محرم او عاشوراء كما تم التعارف عليه، واللي بيصادف ذكرى يوم عاشوراء هو ان الله سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى من بطش فرعون. كتير من الناس بنلاقيها بتدور على اليوم، وفي بيقولوا احنا لازم نصومه، دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، تسوع وعاشوراء تحديدا، وثواب الصيام وايه العبر اللي ممكن ناخدها في يوم زي ده. لكن الاحتفالات دايما بتاخد طابع ديني، في جزء ثقافي وترفيهي، مش بس من ناحية العبادات، لكن كمان الروح نفسها ازاي بتتغسل. الإنشاد والابتهالات المختلفة هي اللي بتدينا الطبع الجميل، او ازاي غذاء الروح، او ازاي تغسل نفسك من هموم كتيرة وضغوط ممكن تكون في الحياة من خلال الإنشاد والابتهال. خلينا في صباح الخير يا مصر نحتفل بطريقتنا في هذا اليوم المبارك بهذه الذكرى العطرة. إزاي نحيي هذه الذكرى وبصحبتنا المنشد والمبتهل إسلام السرساوي اللي منورنا النهاردة في الاستوديو. أهلا بك يا أستاذ إسلام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، كل عام وأنتم بخير. أهلا بك، منورنا. في البداية خلينا نقول الابتهالات الدينية في كل مناسبة بيبقى ليها شخصية مختلفة، بيبقى ليها طابع خاص. صحيح. في ذكرى عاشوراء بتقولوا إيه؟ هل في ابتهالات معينة في هذه الذكرى؟ والله زي ما حضرتك بتقول، في المناسبات الدينية كل بيبقى لها طابع خاص، لكن عاشوراء تحديدا ما فيش حاجة معينة، فبنتكلم عن الأنبياء بشكل عام، يعني عن سيدنا النبي، عن سيدنا موسى، عن سيدنا عيسى، عن سيدنا يوسف وهكذا، فملوش حاجة معينة، فبنحاول نجمع او نتكلم مع الشعراء بتوعنا اللي بيكتبوا لنا. ايوه. هنتكلم عن إيه؟ طبيعه الذكر، عن بالظبط هنتكلم عن ايه. يقول لك لا، ممكن بقى نجمع الانبياء في 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 ابتهال واحد او الله. في ابيات معينه وبنقولها، وده اللي احنا بنشتغل عليه يعني. طب بتسمعنا كده؟ يلا بينا نبدا صباحنا كده بحاجه حلوه. يلا بينا. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، نبينا خير الورى، ما نبينا خير الورى، ما في الوجود زيه، على خد شام وعلى بشر، لكن مش قريب زيه. نوح صنع السفينة، لكن مش سفينة العلوم ربنا، لكن موسى كلمة ربنا، لكن مركبش البراق زيه. يوسف بديع في الجمال،
يوسف بدع في الجمال 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 يوسف بدع في الجمال 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 لكن مش في الجمال زيه العلماء ويا الأولياء ماشيين على ضيوف. سلام جميل. ايه سر الانشاد والابتهال الدين؟ ازاي بتتدرب عليه وايه شروطه؟ هو لازم طبعا يتطلب في المنشد او القارئ قارئ القران تكون الموهبه موجوده، ده رقم واحد. وعشان تبقى الموهبه موجوده ويقدر يستغلها صح لازم يكملها بالدراسه، فلازم يكون على درايه وعلى دراسه بعلم المقامات الموسيقيه. ايوه. على اساس ان هو يقدر يصور الكلام اللي بيقوله، هو مش مجرد كلام بيحفظه بيقوله خلاص. ازاي اوصل الكلمه اللي بقولها لاحساس المتلقي؟ حلو قوي. حتى في القارئ، يعني انا بقول ان القارئ او امام المسجد هو بس مش حافظ قران وبيقول الايات وخلاص، لا، هو شغال قارئ وامام ومفسر في نفس الوقت. هو لو حفظ، لو عرف النغمات الصوتيه وعرف ان كل مقام بيتكلم عن حاجه معينه او بيوصل احساس معين، أيوه، هيقدر يوصل الايه اللي بيقولها. يعني مثلا بيتكلم عن النار، فما ينفعش يقول في حاجه فيها فرح، نغمه فيها فرح او حاجه. ايوه. بيتكلم عن الجنه، ما ينفعش بقى يبقى حزين وزعلان ان هو بيتكلم عن الجنه، لا، احساسه بالمعنى نفسه زين. لازم يوصل يعني المتلقي انه يعيشه الحاله او يعيشه الايه اللي بيقولها. وكذلك المنشد او المبتهل لو ما كانش على درايه بالكلام اللي بيقوله ويكون يعني اللي هو الفن الارتجال بالذات في بالنسبه للمبتهل ده مشكله يعني. أيوه. وده من اصعب الفنون، فن الارتجال يعني. عشان كده لازم يكون مثقف موسيقيا عشان يقدر من خلال ارتجاله يقدر يشوف هو بيقول، وفي نفس الوقت بيشوف النغمه اللي هتمشي مع الكلام، وفي نفس الوقت بيشوف الحاله اللي قدامه، الناس هل تفاعلت معاه، هل وصل لهم فعلا. صحيح. وما خرج، وفي الاول والاخر ما خرج من القلب وصل الى القلب. طب على كده في مدارس في مصر لتعليم الابتهال الديني معتمده يعني بتقدم الخبرات الموروثه من مئات السنين اللي عندنا وبتسلم جيل ورا جيل؟ صحيح، موجود دلوقتي طبعا معهد الاذاعه والتلفزيون بيعمل الكلام ده للقراء والمبتهلين. في مدرسه الانشاد الديني اللي بيرقصها الشيخ محمود التهامي، محمود ياسين التهامي، وهناك بيدرسوا بياخدوا الموهبه يعني زي ما بنقول كده ابيض خالص. في خلال فترة معينة بيشتغلوا عليها تدريبات صوتية، مقامات موسيقية، لغة عربية، مخارج وصفات، عشان يتخرج بعد 3-4 شهور الولد عارف يعني يبقى ازاي يبقى منشد. يعني طب ازاي بيكتشفوا الموهبة دي؟ مين اللي يتوجه ويحس ان جواه الموهبة فممكن ينميها بالدراسة؟ هو ده في الأول لازم يكون من البيت. البيت؟ لازم يكون من البيت، إذا ما كانوش مؤمنين إن دي موهبة حقيقية مش هيسعى ليها أصلاً. فبيجي بيتقدم للاختبار وبنشوف هل يستحق ان يكمل ولا زي ما بنقول كده هو مامته هي حلو. لما هو حلو في اصول للموضوع. يعني ممكن ربما هم يكونوا سامعين ان هو حد صوته كويس، واحنا كلجنه مثلا بنستمع للاصوات، طب هو ده ودنه سليمه ولا مش سليمه؟ أيوة. يعني هو مش صوته زي الاذن الموسيقيه كده بالظبط. هو ده اذا ما كانش عنده الاذن الموسيقيه دي لا مش هيتعلم، لان الرقم واحد في التعليم او الثقافه الصوتيه ان يكون بيسمع كويس، مش ان يكون صوته كويس، ان يكون بيسمع كويس، على اساس ان هو مع التدريبات ومع الدراسه نقدر نجيب لو هو مثلا صوته او موهبته بنسبه 50% وبيسمع كويس هننميها لحد 70 و80% كمان. هنكلمك عن المقامات الصوتيه واستخدامها في الابتهال الديني، ولكن خلينا برضو نسمع يعني اجمل ما قيل في يوم عاشوراء ايه، او الحاجه اللي انت بتفضل تسمعها. النبي عليه الصلاه والسلام يعني احنا كنا لسه بنحتفل بهجره النبي صلى الله عليه وسلم، لسه كنا بنحتفل بيها من يومين. صحيح. فنقول حاجه عن هجره النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يا هجره المختار فارفة
وتبددت في نورك الظلماء لما تجمع كيدهم وضلالهم وأحاط بيت المصطفى أعداؤه فاذكر عليا قد تثجى برده فاذكر عليا قد تثجى برده والدار ممن يبتغون خلاءه واذكر أولى الصديق ضم حبيبه واذكر أولى الصديق ضم حبيبه وفؤاده خوف العداة هواه قال الرسول له يهدئ قلبه اسكن فحولك قدرة علياء واذكر أولى الصديق ضم حبيبه وفؤاده خوف العداة هواه قال الرسول له يهدئ قلبه اسكن فحولك قدرة علياء الله ثالثنا فكيف يمسنا في الله ضر أو يحل بلاء يا هجرة المختار يا هجرة المختار ردي غربتي نفسي لنفسك يا رسول فداء. أحسنت يا شيخ إسلام. تأثير الإنشاد والابتهال الديني إيه على النفس وعلى الروح؟ هو زي ما حضراتكم قلتوا في الأول هو غذاء للروح. يعني إحنا مثلا لما بنروح احتفالية ربما القارئ يقرأ عن المناسبة والناس تتفاعل معاه، وبعدين المتحدث أو الداعي يقدر ممكن يتكلم ساعة عشان يوصل الفكرة والقصة والمعلومة ويجيب أحاديث ويخرج، لكن المنشد ممكن يلخص الحالة دي كلها في كام دقيقة. حضرتك قلت لنا فعلا قصة الهجرة، يعني القصة ممكن لو بنتكلم فيها ممكن ناخد وقت كبير جدا، لكن المنشد ممكن يوصلها في خلال دقيقتين ثلاثة خلاص، اللي هو خلى الجمهور تفاعل وخلى الجمهور فهم الليلة كلها. يعني دي وسيلة سهلة ان احنا نوصل رسائل وندفر كده نصايح وارشادات دينية والافكار الوسطية للدين الاسلامي عن طريق الانشاد والابتهال، وهل في فرق بينهم؟ في فرق بينهم. دي حاجة نقول بس المعلومة اللي حضرتك اشرت اليها الاول، احنا في الفترة الاخيرة
الكام الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول احنا ما كانش الانشاد كان زمان كان يقتصر عن الذات العليه وعن مديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الموشحات القديمه بتاعت مشايخنا الكبار. لكن في الفتره الاخيره بقينا نشوف احنا يعني النهارده في الاحداث بتقول ايه، على اساس ان احنا نقدر من خلال شغلنا احنا ناخد الناس نوصلهم للحاله اللي احنا المفروض نكون علينا كلها بشكل مميز بشكل مبسط، بلاش التعقيد لا الموضوع بسيط خالص، بتحكي حكايه يعني. بالظبط دي حاجه. اما بالنسبه بقى للابتهال والانشاد، الابتهال هو طبعا فن ارتجالي يعني صافي زي ما اشرنا من شويه، ان هو كل الشغل الشاغل ان يكون عارف الكلمه كويس، عارف معناها كويس، هيقدر من خلال النغم الموسيقى او المقام الموسيقي اللي يتناسب مع الكلمه. ده الابتهال. اما الانشاد هو رتم وايقاع معين ولحن معين محفوظ، يعني مثلا زي قمر المشهوره، زي مثلا المسكفاح، زي حاجات كتير جدا الحاجات المشهوره دي، فهي ايقاعات معينه وارتام معينه تراث يعني. بالظبط ده الانشاد. في حاجات بقى تانية اسمها الموشحات، ده الفرع الثالث. إن كان الشيخ زمان لو كنا مثلا بنشوف في المسلسلات أو الأفلام القديمة كده، يبقى الشيخ واقف وراه البطانة بتاعته، فالشيخ يرتجل ويرجع للبطانة بتاعته فيديله المذهب أو الأرضية اللي هو بيقول عليها، يرده من وراه. بالظبط، أو يقول شغل جماعي زي ما بنعمل. كنت عايزك تتكلمني عن قصة الـ 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 المقامات الموسيقية، تأثيرها إزاي على الابتهالات؟ إزاي بتستفيد منها؟ أبرز المقامات الموسيقية المستخدمة في فن الابتهال والإنشاد، وإزاي ده بيصل لقلب المستمع سريعا، يعني كيف يكون المقام الموسيقي نافذ إلى القلب من خلال يعني أصوات حضراتكم؟ المقامات الموسيقية المتعارف عليها الثمانية الأصول، ثمان مقامات أصلية، وطبعا في ليها فروع كتير جدا ما فيش حد يعني حصرها لحد دلوقتي لأنها كتير جدا. لما بنيجي ندرس المقام بنعرف تفاصيله، هو النغمة بتاعته، هو طبعا تمن مقامات وكل مقام فيهم تمن درجات. طيب الأربع درجات الأولين بيرمزوا لإيه والأربع درجات التانيين بيرمزوا لإيه؟ وده من خلال ممكن نعمل مقام ما بين الفرح والحزن، ده بيحصل في بعض الحالات. طيب الكلام اللي قدامي اللي باخده من الشعر، والشعر بيديني كلام بس، فانا افهم ممكن تلاقيني بتكلم مع الشاعر، طيب انت كنت تقصد ايه؟ هو ممكن يكون يقصد حاجه وانا لما اجي اقرا الكلام اخده لا هو يقصد ايه الاول، هو اثناء ما بيكتب، لانه اكتر واحد قريب للكلام اللي كتبه. لا وبعدين ما بيبقاش فيه لحن دايما. بالظبط، يعني انت بصوتك بتوصل المعنى زي ما حضرتك. علشان كده انا بحاول افهم منه هو كان يقصد ايه بالكلمه دي، يعني يقصد ايه الحاله اللي كان بيكتب من خلالها، ومن خلال كلامي معاه بعرف المقام اللي يتماشى معاها، هل يتماشى معاها مقام فرح؟ هل يتماشى معاها مقام حتى الكلام اللي بينه وبين حضراتكم والحوار، لغة الحوار دي، ده مقام اسمه مقام البياتي من ضمن المقامات الثمانية الأصول. وده لما بيجي قصة في القرآن مش هقول بقى همسك نغمة فرح بقى، لا ما ممكن ربما تكون القصة أصلا حزينة أو فيها جزء حزين، يبقى أنا أخدها كلها في مقام واحد، لا بنختار مقام الحواري او مقام البياتي اللي احنا بنتكلم بيه، ومن خلالها بنقرا او بنوصل المعنى من خلال المقام. طيب انا بقول دلوقتي زي ما استاذ مصطفى كان بيقول، انت بتوصل الحاله ازاي للمتلقي؟ انا في لحظه بقول مثلا وجاءت سكرات الموت بالحق، وجت بعديها ايه مثلا فيها فرح، طب انا اعمل ايه؟ اكمل بقى في الحزن اللي انا ماشي فيه ازاي؟ تعمل النقله دي. اي هي النقله دي، هو الانتقال من مقام لمقام، هو البياتي من خلال راجع للدارس او للدراسه او يعني احنا بنتكلم مقام الحزن مثلا اللي هو مقام الصبا، يا رب حضراتكم لو بتستشعروا الكلام ده هتحسوا ايه حزن قوي. طيب او في توسل. بالظبط. الدعاء ما ينفعش وانا بدعي ربنا يبقى في قوه وفي غلظه، لا ده انا في يعني رجاء، فليه مقام اللي هو مقام الحجاز، مقام الفرح. لا قولهم لنا بادائك اللي حضرتك طلعته دلوقتي عشان نعرف نفرق. تمام. او نحس وتوصل لنا الفكره والرساله. تمام. نقول مثلا اللهم صل على سيدنا النبي كل القلوب الى الحبيب تميل مثلا. تمام.
مقام البيات اللي هو الحواري. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. ده بياتي. نقول صبا مثلا. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. ده مقام الصبا اللي هو الحزين. نقول مثلا حاجة فريحي بقى، مقام النهوان. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. فريحي. نقول الحجاز اللي هو مقام الدعاء. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. مقام السيكة زي اللي كانوا بيقولوه في طلع البدر علينا، هم بيقابلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. صحيح. احسنت يا مولانا، احسنت. يعني ده يمكن ابلغ رساله تقدر تقول لنا او تقدر يعني توصل لنا، ان طريقه حكي الجمله نقدر من خلالها نوصل عدد كبير من الرسائل. النهارده اتكلمنا عن الانشاد والابتهال الديني، وكان بصحبتنا المنشد والمبتهل اسلام السرساوي اللي نورنا النهارده لذكرى يوم عاشوراء، اتكلم معانا عن فنون الانشاد وايضا امتعنا بصوته الجميل. شكرا ليك يا مولانا، نورتنا وشرفتنا. شرفت بلقاء حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.